ذلك. أم فهد سألت عن حكم السعودة الوهمية. السعودة الوهمية هذه محرمة تحريما فيما يبدو لي قطعيا، ذلك أنها تترتب على يعني يترتب عليها مخالفات كثيرة. أولا أنها غش وخداع وكذب من قبل الموظف وكذب من قبل الشركة، والشركة في حقيقة الأمر أو المؤسسة هي المستفيدة، لأنها تتحايل على النظام وتوهم الدولة بأن لديها نسبة مرتفعة من الموظفين السعوديين، ومن ثم فتستحق المزايا التي تصرفها الدولة من إعانات وقروض وغيرها لمن نسبة السعودة عنده مرتفعة. ثم قبل هذا وبعده في ذلك مخالفة للنظام الذي أصدره ولي الأمر، والنظام الذي يصدره ولي الأمر تحقيقا للمصلحة العامة يجب الالتزام به. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما يعلل به البعض بأن صاحب الشركة أو المؤسسة هو راض بدفع هذا المبلغ للموظف وإن كان الموظف لا يشتغل، هذا مخادعة للنفس، لأن صاحب الشركة هو المستفيد حقيقة من هذه السعودة الوهمية، وما يعطيه لهذا الموظف الذي وظف على وجه غير صحيح هو شيء قليل مما يأخذه هو مقابل توظيفه لهذا الشخص. والبعض من الناس يقول أنا محتاج، أنا فقير، أنا سأأخذ هذا المبلغ لسد حاجتي. هذه المسألة لا تعالج بارتكاب المحرم الذي دخله محدود وهو فقير. عليه أولا أن يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه باب الرزق، ثم يراجع الجهات التي تعنى بالفقراء كجهة الضمان الاجتماعي والجمعيات وغيرها، فليس هذا مبرر بالانضمام إلى السعودة الوهمية، لأنها شر من جميع الوجوه.